كما شهد وزير الدولة للإنتاج الحربي محمد العصار مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركة دايك الفرنسية، وذلك بجناح وزارة الإنتاج الحربي بالمعرض. وأوضح العصار أنه بموجب مذكرة التفاهم ستتعاون الهيئة القومية للإنتاج الحربي مع الشركة الفرنسية التابعة لوزارة الدفاع الفرنسية من خلال عقد مشاركة في مختلف المجالات التصنيعية للمنتجات الدفاعية والمدنية، حيث تم الاتفاق على نقل التكنولوجيا وكذلك تطوير خطوط الإنتاج. وعلى هامش فعاليات معرض إيدكس 2018 استقبل وزير الدولة للإنتاج الحربي دكتور محمد العصار رئيس شركة رينمنتال الإيطالية فابيان أوكمنسنر العاملة في مجال الصناعات الدفاعية ومكونات السيارات. كما استقبل العصار مساعد وزير الإنتاج الحربي الباكستاني الفريق محمد إعجاز شدري الذي أعرب بدوره عن سعادته بمعرض إيدكس 2018 والذي يعد انطلاقة عالمية لمصر. كما التقى وزير الإنتاج الحربي باللواء الشيخ أحمد بن طحنون رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية الإماراتية، وقد تفقد بعدها جناح وزارة الإنتاج الحربي بالمعرض.